سيادة اللواء تامر الشهاوي المفكر السياسي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي سابقا في المجلس. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أستأذن سعادتك لو تدينا فكرة سريعة كده عن مشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد لمكافحة الإرهاب وأهميته في هذا التوقيت. أولا يعني مساء الخير عليكم وكل سنة طيبين. مساء النور يا فندم. وكل المشاهدين بخير. وقبل ما جاوب على السؤال عايز أثمن جدا لقاء سيادة الرئيس النهاردة بجمعية العمومية لكنائس الشرق الأوسط. كان لقاء يعني ده بيدي رسالة للعالم كله، مصر أرض السلام ومصر رسالة السلام إلى العالم. تمام. رسالة كانت عظيمة جدا، وبنثمن ده جدا، وبنثمن وبنرحب بكل أهالينا في كنائس الشرق الأوسط في أرض المحبة في مصر. شكرا. اللي حضرتك أشرت لي وكان بحضور سيادة الفريق محمد زكي النهاردة السيد القائد العام للقوات المسلحة. أيوة. هو أحد أساليب تدريب القوات المسلحة. أوه. اللي بتساعد القوات على تنفيذ مهامها. القوات المسلحة عندها دايما التدريب بيتحط من ضمن الأولويات الأولى للحفاظ على الاستعداد القتالي. طبعا القوات طول ما يعني في أوقات السلم التدريب المستمر للقوات في أوقات السلم هو اللي بيساعدها إلى حد كبير جدا لتنفيذ مهامها خلال العمليات. لا ده هو كمان بيمثل ردع حتى في أوقات السلم، محدش بيقرب بيشوف الجيش قد إيه قوي وقد إيه مهارات القتال واستعداداته كبير، وبيشوف مستواك ويقيس والحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات. صحيح. هو اللي بيأهلها انها تنفذ المهام بتاعتها. تمام. طبعا كان في اهتمام طبعا اكيد خاص بقوات شرق القناه، قوات مكافحه الارهاب في شرق القناه اللي قامت بدور عظيم خلال السنوات الاخيره من 2011 لغايه النهارده، واللي قدرت بتضحيات عظيمه جدا قدمتها خلال هذه الفتره. أيوة. من رجال القوات المسلحة وبمعاونة طبعا رجالنا أو رجال الشرطة المدنية، قدموا تضحيات كتير جدا 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 طبعا علشان ينحصر الإرهاب في سيناء إلى هذه المستويات اللي وصلنا لها النهاردة. فده كان دم وعرق وتدريب وجهد غير عادي قدموا الرجال هناك عشان نوصل لهذا المستوى. طب سيادة اللواء كنت عايز أسأل حضرتك على الاسم نفسه، معروف ان كلمة مشروع معناها تدريب مثلا او كده بنسميها مشروع، لكن ما معنى مشروع مراكز القيادة التعبوي؟ الـ 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 القوات بيبقى ليها مستويات استراتيجية. في حاجة اسمها استراتيجي وتعبوي وتكتيكي. تعبوي ده حجم القوات اللي مشاركة، يعني ده حجم من قوات كبير بيشارك في هذا المشروع، والتسميات بتبقى غالبا بتبقى على حسب الهدف من المشروع نفسه. ايوه. على فكره انواع التدريب يعني في مشروع مراكز قياده، في مشروع تكتيكي بجنود، في حاجات كتير جدا، انواع كتير مختلفه. من التدريبات المجمعه للقوات مشروع مراكز القياده ده بيبقى للقيادات اللي موجودة في الوحدة دي أو في مجموعة الوحدات المشتركة. أيوة. بتنفيذ أعمال سواء دفاعية أو هجومية أو أعمال مكافحة إرهاب إلى آخره. طيب يا فندم أنا بشكر سعادتك جدا على وجودك معنا. سيادة اللواء تامر الشهاوي المفكر السياسي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس سابقاً.